الحصاد الإخباري لهذا اليوم الخميس الموافق للعشرين من شهر صفر لعام 1439، أهلا بكم. كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي تفاصيل حجز الحسابات المصرفية للأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وبينت أنه تم حجز الحسابات الشخصية ولا تشمل الشركات التي لهم ملكية فيها، مشددة على عدم وجود قيود إجراءات عمليات التحويل الداخلية والخارجية. وتفصيلا قالت في بيان لها، بناء على طلب النائب العام حجزت مؤسسة النقد العربية السعودي حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم ألف تقسيم 38 والصادر في 15/2439 للهجرة. وفي هذا الصدد تود مؤسسة النقد العربي السعودي توضيح أن الحسابات المصرفية التي حجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها. وقد تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة. وتؤكد المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في السعودية تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراءات عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون قيود. وللحديث أكثر حول الموضوع يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ سطام المقرن، خبير الرقابة على الأداء الحكومي ومدرب في ديوان المراقبة العامة. أستاذ سلطان السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك أستاذ سلطان. يعني استمعت معنا عن الخبر، يعني قرار خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد للقيام بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام هو اجتثاث الفساد من جذوره وبداية مرحلة جديدة لسيادة القانون والشفافية وأيضا المساءلة، فما هو تعليقك؟ لا شك أن قرار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قرار غير مسبوق، يعني حتى على مستوى العالم العربي جميعا، يعني قرار أذهل العالم أجمع. طبعا الآن الكل تحت سيادة القانون، ما في استثناء لأمير أو وزير أو كائنا من كان. طبعا هذا القرار له انعكاسات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية أيضا، لأنه الآن طبعا من ناحية الاقتصادية هذا يفتح الآن يعطي الاطمئنان أكثر، يفتح يعني يجذب الاستثمارات الخارجية أكثر، الشركات تعمل على أسس اقتصادية أو أسس علمية أكثر أو تجارية. هذا الأمر أيضا يعني صراحة ما أقدر يعني أغطي المجالات اللي أثر القرار عليها، لكن نقول أنه أهم شيء في الاقتصاد هو دائما سيادة القانون، وأهم شيء أيضا في مكافحة الفساد هي المساءلة. نعم. يعني حتى في الأمور الرقابية وفي الأمور الإدارية الرقابة هي دائما العنصر الأساسي في عملية المساءلة. جميل جميل أستاذ سلطان، يعني برأيك ما هو أو ما هي الصور والأشكال المتعددة للفساد في القطاع الحكومي وكيف يمكن القضاء عليها؟ طبعا هناك عدة أشكال موجودة في القطاع الحكومي، يعني من أبرزها الاختلاس، التزوير، الرشوة، لكن الأبرز يعني أو المنتشر أو نقول إحنا السبب الرئيسي لهذه القضايا أو لهذه الأنماط هي إساءة استعمال السلطة. لأنه فينا عندنا إشكالية في القطاعات الحكومية أن هناك عدم الصلاحيات والمسؤوليات غير متوازنة، وإعطاء صلاحيات شبه مطلقة للوزير أو المسؤول في هذه الجهة. طبعا إساءة استعمال السلطة هذه هي اللي أدت لوجود الاختلاسات، وجود لأنه طبعا عند فساد الإدارة العليا أو الهرم الفوقي في أي جهة حكومية يؤثر على الإدارة الوسطى والإدارة التنفيذية أيضا، وهذا هو السبب. إساءة استعمال السلطة تعطيك صلاحيات مطلقة بدون مسؤولية. نعم. ثم تتدرج، طبعا صح هناك تفويض صلاحيات أيضا للأقل وللأدنى، لكن مسؤولية أكبر. دائما تلقى الموظف الصغير هو دائما يكون في النهاية هو كبش الفداء. نعم. مع أنه ما عنده ذاك الصلاحيات، لكن إساءة استعمال السلطة طبعا تعتبر جناية وجريمة في العرف القانون القضائي، وهذه هي الإشكالية، وهذا هو المنتشر صراحة في الجهات الحكومية طبعا بجانب الأنماط الأخرى. جميل أستاذ، يعني
عندما يكون الشخص أمير أو وزير أو رجل أعمال، يعني ما هي يعني الدوافع التي يعني تجرهم للفساد؟ طبعا هذا من جانبين ناخذها. هناك الدوافع مثلا رجال الأعمال، أو ممكن يكون هناك جهات حكومية منتشر فيها الفساد وكذا، هذه تجبر بعض رجال الأعمال على دفع الرشوة، وخاصة إذا كانت معاملة سليمة أو دخول مشروع معين أو مناقصة حكومية. طبعا هذا يضطر فيها رجال الأعمال إلى رشوة الجهة الحكومية حتى تمشي معاملة، حتى لو كانت سليمة أو أنها مشروعة. طبعا عندنا في العرف الرقابي هناك أيضا مصطلح نسميها مشاريع تحت الطاولة، يعني ما تمشي لك مناقصة أو تمشي لازم تدفع العمولة أو المبلغ المعين الموجود. هذه حد يعني الجوانب. الجوانب الأخرى طبعا تدخل فيها أيضا الجشع والطمع، الضغوط الأخرى، طبعا المفاخرة، التنافس، الأشياء الأخرى، يعني طبعا الرفاهية. طبعا دائما في مستوى رجال الأعمال أو الوزراء أو الأمراء يكون الوسط الاجتماعي مرتفع عالي جدا، من السيارات الفارهة والقصور أيضا. هذه الأمور كلها يعني تخلي الواحد يضطر انه او ما بقول احنا انه يضطر لكذا، لا، يحاول انه يجاري الوسط الاجتماعي هذا. فدائما يضطر الى فعل الفساد او كذا، بالاضافه الى حب السلطه ايضا لها دور في عمليه الدوافع للفساد. اما بالنسبه للموظف الصغير او كذا، طبعا المعروفه الامور الاجتماعيه، الضغوط الاجتماعيه مثل مجارات بعض الاسر او العائلات المحيطه به، ايضا الديون الماليه ايضا هذه لها دور، غير عدل الاشياء الاخلاقيه مثل القمار، الخمور او ادمان الكحول، هذه ايضا لها دور في عمليه انه تدفع الشخص للرشوه والعمل الفساد. جميل. استاذ سطام المقري، ان الخبير الرقابه على الاداء الحكومي ومدرب في ديوان المراقبه العامه والامان العام لدول مجلس الخليج، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله وعلى هذه المعلومات. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ.